أخبار المهرية باختصار. إحصائية رسمية ترصد أكثر من 300 صاروخ أطلقه الحوثيون على مأرب منذ العام 2014. المكتب التنفيذي للمحافظة أشار إلى أن الميليشيا استهدفت بالصواريخ المدنيين والنازحين ومؤسسات حكومية. عصيان مدني واحتجاجات في تعز تنديدا بتدهور العملة المحلية والغلاء وتردي الخدمات. المحال التجارية أغلقت أبوابها، فيما شهدت المدينة مسيرة حاشدة جابت عددا من الشوارع والأحياء. البنك المركزي اليمني يعلن موافقة بنك إنجلترا على إطلاق أرصدته المجمدة منذ سنوات. الأموال المفرج عنها تتجاوز 100 مليون يورو وجمدت على خلفية الحرب التي تشهدها البلاد. النجم الفرنسي كيليان مبامبي لم يعد يرغب في الاستمرار في نادي باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي. مبامبي وجه نقدا شديدا لنيمار دا سيلفا وأبلغ لاعبيه بأنه لا يريد اللعب بدور ثانوي بعد انضمام ميسي للنادي. شركة أبل تهدد بحظر تطبيقي فيسبوك وإنستغرام من متجر التطبيقات الخاص بسلسلة الهواتف الشهيرة. التهديد جاء بعد اعتراض أبل على بعض ممارسات إنستغرام التي وصفتها بأنها متاجرة بالبشر. إلى اللقاء باختصار آخر.